اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآت لهم الليل ونسلق منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونقم الله شاء الله وطمه من لو يشاء الله وطمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أن نعمره لنكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون This Surah Yasin was recited for the following Marhumin: Suleiman family, Marhumin of Rajani family, Marhumin of Huda family, Marhum Fida Hussain Karamali Rajani, Fatma Bai Sher Ali Walji Nanji, Abbas Hussain Walji, and Kul Marhumin Mumin Mumina. Please recite Surah Fatiha and three times Surah Ikhlas for Muhammad Wali Muhammad Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أهات بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجود يدي أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سعال خاضعين متذللين خاشعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك سعال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من إيثار وقيت وكم من مكروه دفعت
وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم عذب بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وكعدت بي أغلالي وهبسني أن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضهني بخفي ما اتلات عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما أملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رعوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد عتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مضعنا مؤترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل أدري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وثاكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدع خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي
أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ظماهر وحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي أنك لي من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكرون قليل مكثوب يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لبتول البلاء ومدتي فلعن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أهبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعزجن إليك بين أهلها سجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفتي وضاقت عم عذابها بمعصيتي وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج المعمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي
فكيف يبقى في العظام وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إدقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما أعملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أكتو لولا ما هكمت به من تعظيم جاهديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا، وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي هتمتها وهكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل أملته كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيبا علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أكفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حد من كل خير أنزلت، أو إحصان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا،
وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي قو على خدمتك جواره، واشتد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتسال بخدمتك، حتى أسرها إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبارزين، وأشتاك إلى قربك في المشتاكين، وأدنو منك ذنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن أبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسفت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من عدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافئ النكام، يا نور المستوهشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الصواب الفاتحة. We are requested to recite times Amma Yajibu for a mu'mina who is ill. We'll pray all together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su'. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su'. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su'.
أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مؤمنين are requested to recite سورة الفاتحة for the مرحومين of Suleiman family and مرحومين of Huda family الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء We have been discussing about the qualities, the spiritual qualities of the pious people. And tonight we shall discuss about the sixth quality of the pious people. According to Amir al-Mumineen, in Khutbah Muttaqeen or Khutbah Hammam. If you remember, last Friday, we mentioned the fifth quality. And tonight, we'll mention the sixth quality, and tomorrow, in Friday sermon, the seventh quality, inshallah. The sixth quality, Amir al-Mumineen says that the quality of the pious people is that they are the same. When they are afflicted in trials, when they are in trials, they are as though they are in comfort. They remain the same. When they are tested by Allah subhanahu wa ta'ala, when they are in trials or they are in tribulations, when they are afflicted with any trouble, with any test, they remain the same the way they are in comfort. Amir al-Mu'minin says, this is the sixth quality of the pious people. In short, Amir al-Mumineen wants to explain to us that the pious people are those people that they can feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. They can feel that they are at the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. The way Imam Khomeini says, in a'lam mehzare khudast, dar mehzare khuda ma'asiyat nakunim. Which means that this universe is at the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, thus we don't sin. This is what Amir al-Mumineen says. So the pious people, they are aware and they are not heedless of Allah subhanahu wa ta'ala. Their hearts are contented. They've got that contentment. They are contented. They've got contentment, that is qana'at. And they never complain for what they don't have. Whatever, if they don't have in their lives, they do not complain to Allah subhanahu wa ta'ala. Such are the pious people, according to Amir al-Mumineen. They are the same, whether they are in trials or they are in comfort. When we say that they do not complain, the pious people, interestingly, I came across a short story that in the time of Ahnaf bin Qais, now Ahnaf bin Qais was a companion of Amir al-Mumineen. Once he went to visit his friend. He went to do ayadat. Ayadat means when a person is sick, when you go to visit your friend, a mu'min, a believer, he's ill, you go to visit him, you console him. So Ahnaf bin Qais goes to visit him, his friend. When he sits beside his friend, and his friend started complaining, the friend started saying that I'm so ill. This sickness of mine, this pain is going to carry me. It's going to take me away. I did not sleep whole night. And I'm in a trouble. Ahnaf bin Qais was listening to all his complaints. Until Ahnaf bin Qais, it came a time where Ahnaf bin Qais is telling him, that, listen, my friend, stop complaining. Can you see me? My one eye, can you see my left eye? I can only see it through my right eye. So he says, I cannot see any defect in your left eye.
He says that it has been 20 years that I cannot see through my left eye. But I have not told anybody. Even my family does not know about that. Even my wife doesn't know about that. I have not told anybody because in Najul Balagha, Amirul Mumineen says that your pain, if you tell to your friends and your beloved ones, you'll hurt them. And if you tell your pain to your enemies, they'll be happy. Isn't it? Your enemies will be happy to see you hurt. So Amirul Mumineen says that your pain, your chest is sanduqu sirrahi. It is your chest, your heart is the chest of your secrets. A mu'min's heart is a chest of his secret. He will keep everything inside his chest, inside his heart. He won't tell anybody else. He'll keep within himself. I mean, Hanaf bin Qais tells him. So a person, whether he is ill or he is healthy, whether he is behind the bars or he's free, wherever he is young or he's old. In any case, he is the same. It's very easy for me to say, but it's very difficult to implement. When we are tested by Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes different kind of statements we utter, it comes in our mouths, isn't it? We forget the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. We forget that we are being watched by Allah subhanahu wa ta'ala. Everything we forget. Why do we forget? Because unfortunately the taqwa is not there. And Amirul Mumineen says that the sixth quality of the pious people is that they are the same, whether they are in trial or they are in comfort. We don't want to be like those mushrikeen. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Kabut, chapter 29, verse 65. Quran says, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Which means that when they ride in their ships, Allah says, دَعَوُوا اللَّهِ. And when the ship is broken, when the ark is broken, when they are just in between, at that time they start shouting. Even the mushrikeen, Quran says, that in a belief, that in a faith inside us, that we know that in the middle of the ocean, when there is nobody to save us, there is a power and there is an entity who is going to save us, that is Allah subhanahu wa ta'ala, according to Imam Sadiq alayhi salam. And in the middle of the ocean, falamma najahum, Allah, they start screaming that they want salvation, they want to be saved. Then Quran says that ilal barri, when we send them to the dry land, idahum yushrikun, they start to associate with others. Then they forget me, Allah says. They start to associate with others. See, in the time of Musa said to Allah subhanahu wa ta'ala, that, O Musa, I want to see the best worshipper of yours. Take me to the best worshipper of yours from your creations. Allah subhanahu wa ta'ala commanded him that go to a particular village which is situated near the seashore. Go there and you will see my best worshipper. And Musa proceeded towards that village. When he proceeded there, he asks Jibreel Amin that, O Jibreel, show me who is the best worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala amongst his creation. So Jibreel points towards a leper who was glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, who was doing tasbih, eulogizing, praising Allah subhanahu wa ta'ala. So on seeing that person, a leper, Jibreel Amin says to Musa, that, O Musa, I'm instructed by Allah subhanahu wa ta'ala. I'm commanded that I should take away his eyes. See, sometimes there is a calamity coming to us. Suddenly, we cannot comprehend. We cannot know. But a calamity comes, which is called ajal. Automatically, suddenly, you are inflicted by Allah subhanahu wa ta'ala. Thus, Jibreel says to Musa that I am commanded by Allah that I should take away his eyes. O Musa! Pay attention, carefully, listen to him. What he has to say when I take away his eyes?
History tells us that when Jibreel Amin pointed towards his eyes, the eyes of this leper, it came out, it popped out suddenly from his sockets. Can you imagine at that time what a person has to say? If we were in the place of that leper, what would we do? Perhaps we would shout, we would scream. The eyes came out from his sockets. Now Musa is being told by Jibreel Amin that look carefully, comprehend, see why Allah has to say that this is my best worshipper. And when the eyes came out from his sockets, he raises his hands towards Allah subhanahu wa ta'ala and he says that, oh Lord, till now you had blessed me, you had bestowed me with this blessing. I was benefiting with this blessing. And now since you have taken this blessing, oh good one, you went on giving me good. And I possessed good. Just go on providing, oh the provider of good, go on providing me with goodness. When Musa approached him, Musa told him that, listen, my brother, I'm one of the personalities. Musa doesn't say that I'm the prophet of Allah. I'm one of the personalities that my dua is accepted at the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want, I can pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah restores your eyesight back. He says that, no, I'm happy and I'm pleased with his pleasure. If he wants to see me in this state, that my eyes are outside, I'm happy. I'm pleased with this state. Then Musa tells him the other thing. Musa tells him that, oh brother, you tell me. Musa tells him that, I want to know. You tell me. Please recite a salawat. When you uttered that, oh Allah, provide me with goodness, you always provided me goodness, what did you mean? What did you mean by uttering these words? He says that in my village, I'm the only person worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm the only person having the cognizance of Allah subhanahu wa ta'ala, the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is greater than that? Having cognizance, having the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. What is greater than that? I mean that if eyes have gone, let it go. But if I am bestowed with ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala, what is greater than that? If I've got the cognizance and understanding of Allah subhanahu wa ta'ala. Tajurbe ke mutabik, yahan ki baat nahi kar raha hoon. Lekin, jis mulk se main aa raha hoon, kuch aise logon ko maine dekha hai ki agar unke yahan mushkilat pesh aati hai ya agar musibat aati hai to ajeeb hai. Sabr ka maqam dekhiye, sabr ka maqam, sochne ka maqam. Maula kya farmate hain khutbe muttaqin mein ya khutbe hammam mein ke muttaqin ki nishaniyon mein se ek nishani, chhatti nishani ye hai ke chahe wo mehzoon ho, ranjida ho ya khushhal ho, unki halat masavi hai, bilkul same hai, masavi hai. Ye bahut khush nahi hote hain, ye bahut ranjida nahi hote, ye zuhd ki nishani hai ke insaan zahid ho, hai ke nahi? To aap dekhiye, ek muhtarama thi jinke yahan unka jawan beta 28 ya 29 saal ki umr mein انتقال کر گیا بیٹا. جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ آتے تھے تسلیت پیش کرنے کے لیے تو آپ جانتے وہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ خدا نے ہمیں ایک گلاب دیا یا خدا نے ہمیں پھول عطا کیا, اس پھول کو ہم سونگتے رہے 29 سال تک, لیکن جب خدا نے چاہا تو خدا نے وہ پھول لے لیا, خدا نے چاہا تو خدا نے وہ گلاب لے لیا. صبر کا مقام آپ دیکھئے. اور یہی محترمہ, ان کی والدہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو انہوں نے ان کی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ میری قبر کو نہ بنائی جائے, جب تک جنت البقیع میں قبر نہیں بنی گئی. ہمارے ائمہ بقیع جو ہے ان کی قبریں مسمار کی گئی ہے اور ان کی قبر نہیں بنائی گئی, جب تک ان کی قبر نہیں بنائی گئی ہماری قبر بھی نہ بنائی جائے. ہماری قبر میں بھی سائے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری قبر کو نہ بنائی جائے, ایسے ہی رکھا جائے.
میں خوشحال ہوں. بس یہ ایمان کا مقام ہے. آپ دیکھیں صبر کا مقام ہے. یہ مولا یہی فرماتے ہیں خطبہ متقین میں کہ اگر انسان دو حالتوں میں, خوشی کے حالت میں اور غم کے حالت میں, ان کی حالت مساوی ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے سورہ حدید میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. قرآن کہتا ہے اور بہت خوشحال مت ہو جب, لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ, یعنی بہت غمگین اور رنجیدہ مت ہو جب تم سے کچھ چیز گم ہو جائے. اور بہت خوشحال بھی مت ہو خوشی کے عالم میں, اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حدید میں. بہترین مثال امام سجاد کی مثال ہے. کہاں؟ کربلا میں. کیا کچھ نہیں ہوا, خیمے کو جلائے گئے, ہے کہ نہیں, خیمے لٹا دیے گئے, اشکیا اندر آئے, ہے کہ نہیں, شام غریبہ میں. اسی حالت میں بھی, اسی عالم میں بھی سید سجاد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ رکا رکا, صبح کو دوسن رب الملائکت والروح. وہاں پہ نماز صبح تو کیا, نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی ہے. یہ عالم دیکھیے آپ, نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی ہے. کھانا بھی نہیں ملتا تھا شہزادی زینب کو, بہت کمزور ہو گئی تھی شہزادی, لیکن نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی شہزادی کی. یہ حالت تھی, یہ عالم تھا, یہ ہے متقین کی حالت. ہازادارو جب شام قریبہ آتی ہے, ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ امام حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائے, خیمے کو آگ لگا دی جائے. ہازادارو اشکیا خیمے کے اندر آئے, خیمے لٹ لیے گئے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا ایک خیمے سے نکلتی ہے, دوسرے خیمے میں آتی ہے, دوسرے خیمے سے نکلتی تیسرے خیمے میں جاتی ہے, حتیٰ آخری خیمے میں پہنچتی ہے زینب, جس خیمے میں سید سجاد ہے. زینب فقط ایک سوال کرتی ہے سید سجاد, بیٹا سجاد بتاؤ اسی خیمے میں جل کر مر کے راکھ ہو جائے یا خیمے کے باہر نکل جائے؟ میرے مولا سجاد نے کہا بھی پھوپھی اما جان بچانا واجب ہے. ایک مرتبہ زینب قدم باہر نکالتی ہے خیمے سے باہر نکالتی ہے, تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ زینب اپنے قدم کو خیمے سے باہر جب نکالتی ہے تو کہتی ہے واہ حجابہ, اپنے گالوں پہ تماچے مارتی ہے, رخساروں پہ تماچے مارتی ہے, ہائے میرا حجاب. حجاب کے بغیر پہلی مرتبہ زینب باہر نکلتی ہے. ہازادارو رات کو شام غریبہ میں جب زینب بچوں کو گھنتی ہے تو ایک بچی نظر نہیں آتی ہے, سکینہ گم ہو گئی ہے. زینب فرات کی طرف جاتی ہے, بھیا عباس آیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ فرات سے کچھ جواب نہیں آتا ہے. عزادارو زینب نشیب میں جاتی ہے, بھیا سے پوچھتی ہے, لاشے بے سر سے آواز آتی ہے, آہستہ آہستہ باتیں کرو زینب, سکینہ ابھی ابھی میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے. عزادارو زینب نے سکینہ کو جب خیمے کی طرف لے جاتی ہے, راستے میں زینب پوچھتی ہے اے بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ ایک تو لاشا ہے بے سر ہے, لاشے میں لباس بھی نہیں ہے, وہ اشکیا نے ایک کرتے کو بھی نہیں چھوڑا حسین کے لاشے پر, لاشا تو بے رہنا تھا, بے لباس لاشا تھا, اور سر اور اس لاشے میں تو سر بھی نہیں ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اما جب خیمے جل گئے, میں ایک مرتبہ جب اشکیا خیمے کو لوٹتے تھے, جب میرے رخساروں پہ تماچے لگے, میں خیمے سے نکل آئی, فوراً نشیب کی طرف آئی, قتلگاہ میں آئی تو میں نے چلا کر بابا کو صدا دی, بابا بابا, تو اسی لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ سکینہ سکینہ.
ألا لعنة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. آج ظاهرا شرط شادی کی مجلس ہے. ہم مہدیہ اور محمد تقی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دلوں میں محبت پیدا کر جس طریقے سے تم نے آدم اور حوا کے دل میں محبت پیدا کی ہے. اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا. اللہم الف بینہما کما الفت بین علی المرتضی و فاطمۃ الزہرا. اللهم اعط لهما اولادا صالحا. خدایا ان کو تو اولاد صالح عطا کر. و عمرا طویلا. ان کو مہدیہ اور محمد تقی کو عمر طویل عطا کر جیسے کہ وہ نیک بچے ان کے والدین کے ہمیشہ وہ نیک رہیں. خدایا ان کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت کی دولت سے مالا مال کر. اللهم اعط لهما اولادا صالحا. ایسی اولاد عطا کر جو دین کے لیے کام آئے اور امام زمانہ کے سپاہی بنے. وعمرا طويلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. امنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن علينا حجة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح حي على خير العمال حي على خير العمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بانه وشكر وهبني ساره ورزق داره وأولاد أبرار واجعل لي إلا كبر نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستقر وقرار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأكأد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهول الله وقوته أقوم وأكأد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة، بحق محمد وإطرته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
Mu'mineen are requested to pray Namaz e Bahshar for Muhtarama Sheba, daughter of Raza Hussain, buried today in Lucknow, and for all Marhumin who are buried today. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعذائب مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمي الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأكعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهول الله وقوته أقوم وأكأد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بهول الله وقوته أقوم وأكأد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة بهك محمد وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس العلم بموده رزقي وإنما أطلبه بقطرات تقطر على قلبي فأجول في تلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تكسبه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لواسعا ومطلبه سهلا
ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك صلي على محمد وآله وجود على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصناب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين.
السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأغطيهم على الإسلام. أشهد لقد نصرت لله ولرسوله وليخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استهلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد جاهد المهام الناصر ولخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا والقيا السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس ايها المدفون بارض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.